بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن مسلمو أوكرانيا، التتار القرميون منذ عام 2014 أصبحنا ضحايا هذه الحرب التي تقودها اليوم روسيا بطرق وحشية. منذ فبراير 2022 أصبح مئات الآلاف من الناس ضحايا الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. تتضرر الناس من جميع الأعمار والجنسيات والمعتقدات تحت القصف، تتدمر المساجد والكنائس. ندعوكم لسماع أصواتنا، أصوات الناس الذين يبقون في أوكرانيا اليوم، والاستماع بقلوبكم وعقولكم لنا المجتمع المسلم المليوني في أوكرانيا، وترك وسائل الأعلام الروسية التي تستخدم كأداة التلاعب. تقترب قمة السلام التي بادرت بها أوكرانيا والتي ستعقد في سويسرا في 15 و16 يونيو هذا العام. الطريق إلى هذا السلام يعتمد أيضا على قراراتكم.